مرحبا، صحة شريبتكم، سعيدة بالاستضافة نتاعكم واللي فوز ديبلاسي. دونك ريحانة بور لي 10 ans عملنا اون بري اوفرتور للصحافة ولي جورناليست افيك نوتر انفيتي دونور لطيفة العرفي واللي شرفتنا اليوم ولي كليونت فيدال. دونك من بعد يوغا لا كروند اوفرتور اللي يخدم ويبدع يلقى. وريحانة سي لا بروميير مارك، أول ماركة اللي حلت في تونس تو عندها 10 سنين، معناتها أول محل نتاع ريحانة حل كان عام 2007. دونك ما كانش حتى موجود وقتها لا فيسبوك ولا ثم الواحد الكل. دونك بدينا وقتها نعملوا في القفاف ونعملوا في الفوت، ومن بعد سا سي ديفلوبي بوتيت ا بوتي اللي ولينا نعملوا في لي بيجو. السنة حبينا شنو نوريو لو سافوار فير نتاعنا اللي نحنا ولينا نعملوا دو بلاكيور دو لو روز دو لو نوار، ولينا نعملوا في البانويت عندنا نحنا وفي لو بلاكاج اللي هو اقل قطعه فيها 3 كوش دور 24 كارا، دونك افيك ان فيرني فيكساسيون كولور ما تخليش القطعه تتبدل. دونك حبينا نطلعوا في الجامع اي بور رابورتي اون فالور اجوتي باسكو كريي بوتيت سي فاسيل مي ابري فو ريستي دون ان سارتان ستانديك اي توجور انوفي. فوالا حاجه شرفني دايوغ على خاطر هي اخر البوم نتاعها اللي عملته الكوفرتور الكفر نتاعها باللي بيجو ريحانه ولا شهر. وعلى مريم بن حسين اللي هي ليجيري نتاع ريحانه اللي ديما تلبس ريحانه ولله البيا الحلقات الكل متعداو بريحانه وهو وهي دايوغ نشكرها. واليوم خساره ما نجمتش تكون متواجده معنا لخاطر عندها تورناج في جربه، ما باش تكون معنا في لوفيرتور اوفيسيال. حلوة ياسر خاطر انا سندس خدمتها تعجبني برشا، وخاطر انا نعتبرها اون براند انترناسيونال، وانا نفرح كي يبدا حد تونسي عامل حاجة على مستوى عالمي. ريحانة كانت معايا في دي فوتوشوت، ومازلنا قاعدين نعملوا في حاجات ان شاء الله، وانا نعتز برشا بحاجة تونسية كي تنجح لبرا، وهي خدمتها مميزة مميزة جدا بصراحة. يعني اقل واجب ان احنا نفتخروا بالصناعات التقليديه نتاعنا وبالحاجات التونسي، خاطر احنا حضارتنا وثقافتنا وتاريخنا. انت لما تدقق في الحاجات اللي قاعده تعمل فيها سندس ريحانه تقول برافو برافو، باسكو الكلنا يعني عندنا برشا مصممين زاد اخرين عالميين نفتخروا بهم، لكن ريحانه عندك التاتش التونسي الحلو، فانا اي حد يعمل تاتش تونسي نفتخر به. انا يشرفني نكون سفيره الصناعه التقليديه التونسيه بكل شرف وفخر. يعني البريزونس نتاعي في ريحانه ماهيش غريبه، معناها خاطر هي تلبسني براتيكمون في ليزيفينمون نتاعي الكل. دونك ديما تلبس ما عندها لي بيجو، في جي سي سي زاد لبست ما عندها لي بيجو البرنوس هذاك زادا. دونك الامبيونس محلاه نتاع رمضان بوسعديه وجونا التونسي سي مانيفيك، كل شيء بارفي معناها ما شاء الله عليها. سندس هي ديما تشيرش لا بيرفيكسيون وتعمل كل شيء بالكدا. فلا اللي هي انا اكتشاف ريحانه حاجات انسبيري من الجو التقليدي نتاعنا، لكن بسبري جان بحاجه فاشن مودرن واكثر في الجو. الوجوه الكل موجوده، الاعلاميين الممثلين الفنانين حتى المطلع العربي اللي تبقى معانا اليوم، الناس الكل دعموا فيها على خاطر ثم حاجه مزيانه، ثم برودوي مزيان. الوغ هذاك علاش نشجعوا في برودوي التونسي. انا جو سوي انفيتي سو سوار لوفرتور نتاع البوتيك الحلو هذايا، فرحت برشا خاطر لقيت ديجا دي ماتريو تري غار وابارامون يغطسوهم زاد في الذهب، دونك خدمه كبيره. جو تخوف كو سي تري ديفيرون، انا نقلق برشا ما كان حاجه كيما الذهب حاجه ستوندار برشا وكل، اي لا جي تخوفي انا صاحبتي جيت اليوم لقيت حاجات ديجا فريمون شابوا لي، قلت لهم اسكو عندكم حاجات كوليكسيون بوغ، قالوا لي ابو قومي حضروا لي سبحه مفاسا، دونك سي سوبر. فوالا برودوي حاجه توب بالحق، يعني مش انتم ظلي صورتوا شويه وشفتوا الحاجه هي فريمون تليق بالتوانسه وحاجه رائعه.
فهمني النساء ديما يخموا في النساء اكثر ما يفهمش على الرجال ما يخموش فيهم حاجه حلوه ان شاء الله مبروك وان شاء الله تونس بخير وديما هكا في افراح ونجيو نحفلوا المجاو لي كرياسيون بلوتو سون دو بلوس اون بلو مانيفيك وكا اوتون كو فام زيدا محليهم جو سي اونوري فوالا رمضانكم مبروك الامبيونس جو رمضان جو ياسر حلو شبني على الاخر نقولوا مبروك ريحانه صندس بن موسى نقولوا لها ان شاء الله الف مبروك ديما معودتنا هي بالفاشن والحاجات التقليديه التونسيه واللي اون ميم طون حاجه تونسيه وفاشن معناتها تنجم تلبسها في كل مناسبات وانا ياسر تعجبني الكوليكسيون نتاعها وان شاء الله نقول لها بالتوفيق وبالنجاح وديما في تقدم وانتوما ديما في التاليه توب توب